السلام عليكم. فيديو اليوم فيديو الرجعة بعد الغياب. شو يا شباب وين كنتوا؟ بعاد عنا شو 8 شهور؟ 8 شهور شو هذا؟ شو سويت انا؟ شوي بس والله انا مش عارف شو سويت 8 شهور. كيف انا اقلبها عليكم؟ حلوة الفكرة صح؟ المهم الفيديو اليوم راح نرجع لقناة بيس. هاي بيس صح؟ بيس هاي حبيبي نتطلع يا رضا عليك، مش وقتك ابدا تعلق. ماي جاد رجعت. وشوف بتكون صحيح، يعني انا جربتها قبل ولعبتها بس يعني جربتها، واليوم راح يعني انه راح نبلش نلعبها. يعني سلسلة تصوير اليوم طبعا 8 شهور وانا غايب. ليش؟ اللي صار معي انه المهم 8 شهور وانا غايب. ليش غبت؟ اللي صار معي انه كانت القناة على التليفون، والتليفون هذا خرب، فجبت تليفون ثاني. وبس جبت هذا التليفون يعني الجديد، عبين ما صلحت التلفون القديم عشان اطلع منه اسم القناة والجيميل، كل هالفترة غايب. بعرف انه مش مستاهلة بس عاد هذا اللي صار. يزم شو هذا؟ هيك اسوي يعني؟ كان عندي حساب قديم بس بديش اياه، يعني بدي اني افتح حساب جديد وان شاء الله ان شاء الله غير نجلد ولا نبالي. طبعا انا مطفر فما معيش اشحن، فعشان هيك يعني الله يعني بدكم تتحملونا، معناش مصاري. شو عملت انا؟ مطفرين وحالتنا حالة. ان شاء الله بعدين بشحن، بس يجيني فلوس بشحن. بس شباب بدنا الدعم يرجع على القناة. سبيجي حدا بسألني ليش الدعم يرجع؟ انت برأيك ليش الدعم يرجع على القناة؟ 8 شهور واحنا مش غايبين، يعني القناة راحت فيها القناة، يعني اشي طبيعي انه بدنا دعم. مو انه الحساب هذاك ما زبط فخلص نلعب بهذا، شو بدنا نسوي؟ هاي تشكيلتي، ليفاكوفيتش، فاندفين، بعرف اش مين، تربيه هذا، كامافينجا اللي لو ان شاء الله تحط رئيس النادي مكان بيريز بيلعب، هذا بعرفوش، بيلينغهام، زاها، هذا على اشوف والله شو اسمه، زاها، مش هذا نفسه اللي كان يلعب مع كريستال؟ اتوقع هو نفسه. بنزيما اللي اخر فترة استغفر الله العظيم ولا منه فايدة، والكفارة. شو رأيكم؟ او مش رأيكم يعني لو ينزل فيديو بكون عامل هالشغلة، اشيل كل اللاعبين ابيعهم واشتري لعيبة جداد، يعني ابيع الفريق كامل واجيب مكانه لعيبة. شو رأيكم؟ لا خلينا عليها. طبعا النت عندي يعني اذا بدخل مباراة مع واحد بطير كل اشي، يعني بفقع التليفون، النت مش مساعد، فرح نسوي لنا فريق جديد، تغير الفريق اكيد باوروبا. شو رأيكم نروح على دوري الانجليزي مثلا، على بيرنلي او فريق ضعيف يعني نوتنغهام،
مش عارفة أن نوتنغهام كيف هسه بالدوري الإنجليزي ترتيبه 18 وبجوز معاه 3 دوري أبطال. والله بدي أشوف مين المركز الأخير وبرجع لكم بالدوري الإنجليزي. شيفيلد يونايتد، وين شيفيلد يونايتد؟ شيفيلد، خليني أبيع اللعيبة بالأول بعدين ندور عليه، لأنه يعني حاب إنه زي أبدأ بداية جديدة. بعرف إنها من سوق الجمعة بس ولا البلاش. يلا نبيعهم كلياتهم. متربية باي باي، ديفيس باي باي، مبلش حدا بالفريق. يلا الفونسو برا، انا مش عارف ليش جبته اصلا الفونسو، انا ما استفيدش منه ابدا بس جبته. تياسة شو بدكو تحكوا؟ شوف هذا طلع لي باكج، لا ما طلع ليش باكج، هذا اللي بيطلع لل كما فيك. اخليه بنزيما ابيعه، اجيب لعيب فرقة جديدة كاملة يعني، فايش طبيعي يطلع. كفاية باي باي. شو اسمه؟ فاجيولي، هذا بيلعب مع يوفنتوس. مشكلة مع يوفنتوس. يلا معلم برا. دوكو برضه برا، يعني شو بدي فيه؟ لأنه الإنسان كثير أسطوري مع فريقه، بس خلص شو بدنا فيه يعني. باي باي. هذول الاثنين راح أخليهم لأنه بالموتة طلعوا لي، والله لو شو ما ببيعهم. باي باي. أنا مش عارف أصلا يعني بيعطوك جوائز لعيبة متخلفة على أساس إنه يعني أنت والله فرقتك تكون هذا، ما في منهم داعي يعني. أليسون جبته وطلع متخلف، فأكيد ما راح أخليه. مين هذا؟ هذا ما نوتنغهام فورست على الأغلب. ناظر، انتوا بتعرفوا يعني بيس لعبة مش متعاقدة مع الفيفا على شعارات الأندية، ف مش طبيعي انه ما تطلع زي ما بدك يعني. ف شوي يعني لعب 11 مباراة ولا جول ولا اشي على الفاضي موجود. بلينغهام الأسطورة أفضل لاعب في العالم مع انه مصاب، بس الكل جافي 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 جافي. باي. الحارس الأسطوري اللي جبته والله إنه زلمة. بس يلا باي باي. عجبت تشكيلة المنتخب الأردن كأس آسيا، فش منهم فايدة، فرح أبيعهم كلهم. مشكلة مطول 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 بسنة. يزن نايمات أكثر لاعب، وموسى أدو في الفريق كأس آسيا. نبيعهم كلياتهم، خليش ولا واحد. ديباي اللي مسيرته أسطورية بس لاعب متخلف. برشلونة، أتلتيكو مدريد، بس حمار طلع آخر شي. ستيفن ديفراي سجل جول على إسبانيا في كأس العالم 2014، جول براس خبط بنص العارضة بعد ما جاب الجول. يلا باي 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 باي. ولا واحد ظل. باو ترس، انا متى عندي باو ترس؟ اللاعب بعرفش من اي بلد، طوله سنتي ووزنه مليون سنتي وشو اسمه، وبلعب مع استون فيلا، بلعب مع حارس الارجنتين بنفس المنتخب، والله ما عارف شو ليش يعني بنفس المنتخب، بس يلا بلعب معاه. كمان والله مشكلة مطولين، وانا بديش يعني الفيديو يكون طويل ضروري. مش على البرشا، والله يخرب بيت اليهود. بس يلا باي باي. اسمه ادرسون، مع انه بشبهش ادرسون ولا شغلة. نسوي هيك فريق ان شاء الله ما مسافين الله. يلا زوحو زوحو، والله زوحو كثير كويس، بس كثير بجيب جوال واجر نار لاني انا مطوره طبعا. ف يلا معلش،
ولا لاعب بضل غير اللي طقتهم بالخمسينات. وشكلنا غلطنا، بس يلا راح نضل مكملين. أحمد إبراهيم خلف حبيبي والله. يلا ما يظلش ولا واحد بالفريق أحسن. طبعا أكيد ما راح أبيع كامافينجا وفانديفين لأنه متت قبل ما طلعوني، ف إيش طبيعي إنه ما أبيعهم. كم أقول لا خل قربنا نخلص. أتوقع إني بكمل، يعني بقطع الفيديو بس أكمل، برجع أكمل، بس أكمل برجع بكمل. والله عجبتني هاي. هيك خلصت ومعنا 392 ألف. كم لاعب بدنا؟ مليون. كم واحد بدنا؟ خلينا نشوف. إذا مدخل شان الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بدنا ظهير يمين وظهر ظهير يمين وظهير يسار، حارس وقلب دفاع، خطين وسط، وثلاثة هجوم. والله لا تطير المصاري. بما انه معنا 392 ألف بس، فبدنا يعني نقتصد يعني قد ما نقدر. نبلش طبعا، اكيد ما راح اشتري لاعبين زي هيك. نبلش بالحارس، مركز حارس. شو رايكم؟ بس انا عندي خيارين بشوفهم الاثنين، اللي هو يا بجيب اورتيغا من مانشستر سيتي، او بجيب اوسبينا من النصر. اختار مانشستر سيتي. اورتيغا شوي احفظ، ان شاء الله مانشستر سيتي معه 500 ألف حارس، اورتيغا 38 ألف طاقة 76، وبتطور 29 ليفل. نشوف اوسبينا مركز حارس، مجرد ما تحط الجنسية من شو اسمها هاي، هو من وين صح؟ من أمريكا الجنوبية، مش من الأرجنتين، من كولومبيا. 78 51 ألف، تطور أكثر. نشوف كلاوديو برافو جنسية من أمريكا الجنوبية، من تشيلي، 75. أتوقع إنه أرخص إشي وبتطور أكثر إشي، فراح نجيبه. إنه لما تبيع اللاعبين بيعطوك إكسبيرينس، فبتقدر أنت بهاي إنك تطور اللعيبة اللي عندك. أهلين وسهلين يا سيد كلاوديو برافو، عمرك 200 سنة بس يلا على الفريق. هسه بدنا قلب دفاع وأظهرة وباكات، يعني نشوف اللي هي هيك أتوقع، ومن جنسية خلينا أو لا نروح على الدوري نسوي إرجاب سي بي إر بي آر بي. الدوري على الدوري الإسباني بروح أتوقع، الدوري الإسباني طبعا راح تكون التشكيلة بتخزي. بس يلا لا اخوي شو طبعا مشان الله ناتشو غالي كثير غالي بزبطش. راموس اجيب؟ لا طبعا لا ما راح اجيب. شو حقه؟ لا والله رخيص، يعني رخيص باللعبة مش انه رخيص بالحقيقة. يلا يا راموس فلسنا، بس يلا بدنا نجيب فريق يعني بزبطش. البي و ار بي اتوقع بجيب بالتي من برشلونة. لا طبعا لا معيش مصاري، شكله لوكاس باسكس ولا من امه فايدة. مين هذا؟ فران غارسيا. برلين هكتور برلين، كم سرعته بالله؟ هذا 70 بس كان فيفا سرعته مليون. يلا بدنا قلبي، نجيب بالدي 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 96 ألف والله بحلم فيهم عشان أشتريه.
الله نجيب واحد متخلف شوي، معلش سيرجيو روبرتو. بلعب هو باك يسار سيرجيو روبرتو، ما بعرف ايش انا. يلا نجيب هذا، بتطور 45 ليفل، الله يخرب بيت يهوده. تصير هذا طاقته مليون مع التطوير، يعني 74 على الاقل، بتطور زيادة جوز 20 او 30. يلا هسه ايش بدنا؟ سي ان اف دوري اسباني. يلا نشوف الدوري الانجليزي. دوري انجليزي السعر اهم اشي، السعر بحطه من 10 ل50. يلا من 10 ل50، لا 50 ل100. يعني رودري وهما اكيد ما راح اشتريهم. إريكسن، يلا جيب إريكسن، مريض القلب، الله يعينه بمانشستر يونايتد، فريق متخلفين والزلمة نفسه مريض قلب. يعني المفروض يعني حطوه هيك بنادي زي العالم والناس، بلاش يموت معاهم. بس خلاص، يلا تياغو كانتارو. هسه هيك جيت عشان اجيب لعيبة، مش عارف مين اجيب. معي 156 ألف، بس يعني لازم استثمرها، اجيب كل اشي بدي اياه. بوليسيتش لا، جيب طارمي، خصوصا انه سعره رخيص يعني، فبكون يلا هاي مهدي طارمي. مين كمان؟ نباك قال باك شنو الظهيرة. يي لو اني جبت متروفيتش. جيب قديمي طبعا، لا غالي. مودريك اللي وجوده مع تشيلسي هدم مسيرته. يلا معلش نجيب وشو بنسوي، بس معنا 35 ألف، بدنا نجيب واحد. شوف نزل من 10 ل50 أحسن. سيميوني لا، 35 ألف والله مشكلة. فيش هذا كله، هاي هذا 32 ألف. لوكا يوفيتش، ما اجيب انت تجيب والله، وانا عارف شو هذا. فيرنر لا، معناش حقه. نيجي هون على 34 ألف. فاردي، اجيب جيمي فاردي، هو اسطوري هاللاعب هذا. بس الحمد لله لقينا واحد من الباراغواي. وهسا على التشكيلة، من هنا صح الاختيار التلقائي. يلا هاي التشكيلة، حلو الحمد لله. يلا بما اننا بنلعب بشيفيلد فاكيد راح يضل على شيفيلد. هيو الحمد لله اني لقيته. بس بدنا نسوي ارقام اللاعبين، مش الاسلوب، الارقام، ارقام اللاعبين. بلش كلاوديو، 1 4، اعطيه 3 هذا، 3 لا 2، القلبي 5. اي هاي بيكون رقم 969، 5 كامافينجا 6 14 8. يعني 6 14
17 9 صح؟ يعني 19 هذا 7. ايوه خلص هيك كويس. كابتن سيرجيو راموس. حاسه انه بخلي الكابتن اكبر واحد، بس مين اكبر واحد ما بعرف. يلا الادوار، القائد سأشوف. هو منطقيا أكبر واحد يا الحارس يا راموس، بدنا نشوفهم الاثنين. الحارس قديش عمره تفاصيل اللاعب، عمره 40. وراموس قديش عمره؟ 37. يعني الحارس لازم يكون، لازم أكون كابتن ولازم نرجع ندخل عشان نخليه كابتن. يلا يلا أدوار قائد الحارس. هسه أتوقع بدنا نبلش نطورهم. شوف بالنسبة إلي يعني الدفاع كويس، بس أنا خايف يصير يعني الحارس أوه ماي جاد الحارس يغلط، فأتوقع راح أطوره هو أولى. ما طورنا 50,000 إكسبيرينس أخذ، بس ولا إنه نظل على الحالة اللي إحنا فيها. لعيبتنا ولا واحد فيهم بفهم، راح أطوره وأرجع. هيك طورته صار 90، والله حلو. يلا على أول مباراة شيفيلد يونايتد. يا رب يا رب ما نخسر. أنا هون عندي لعيبة، هذا شو اسمه؟ طب شو أسوي أنا هسه؟ الله معلش، رح ندخل التشكيلة اللي لعبنا فيها هون. راح يدخل مهدي طارمي يلعب، مودريك راح يدخل، والظهير اليمين تاع ايه هذا ليش سكند سترايكر؟ خلينا نبدل المراكز، راح اكمل التعديل وبرجع لكم. هسه غيرت اللاعبين، يعني صارت رجعنا لنفس القصة. يا الله بس بدي ارجع اعملهم من اول. يلا معلش اتوقع بكمل وبرجع لكم زي اللي صار قبل شوي يعني. اوكي هسه بلشنا المباراة الأولى ضد ويست هام. اتوقع بخليها على أصعب اشي، لا صعب اشي والله بهذا، خليها لعب ممتاز. يا رب ما نخسر، لانه فعلا تشكيلة اشي نار. الله اتوقع المباراة هاي ما راح تبين كاملة، يعني انه ما راح اجيب كامل اللقطات فيها، بس الهجمات وهاي الشغلات طبعا، لانه لو بدي اصورها كاملة والله كانت تخلص. المهم بخلص الفيديو، بلش هاي بلشنا تعليق حلو. نلعب تيكي تاكا 2009 برشلونة. شو صدها أريولا. الله يستر الله يستر قدوس الله لا 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 دفاعنا الله يرضى عليك ودفاعنا الحمد لله. اتوقع انه هذا فندفين، لانه الوحيد اللي بالدفاع هو وراموس اللي بفهمه. إريكسن شوت يا عيني، حلوة حلوة. عرض جيمس وورد بروس، هذا ضربات الحرة عنده زي روبرتو كارلوس. وورد بروس، باكيتا باكيتا، إمرسون باكيتا، جارد بون، هكتور بيلرين. هو اسمه بيلرين ولا برلين؟ يعني بيلرين ولا برلين مش عارف انا.
جيمس وورد بروس. الله احنا مش قادرين يا حبيبي راموس، بلشنا هبل. فاول هاي واضحة. لا 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 لا، الحمد لله. كامافينجا كامافينجا بيلعب دفاع ما شاء الله. الله يستر الله يستر. بس شوف، مش عارفة نعلق لما فتحت التصوير مع الهجمة. شوف والله صدها، الحمد لله. بدي اجرب انه هاي بتطلع الحارس اتوقع، فبدي اجرب على الركنيات بطلع ولا لا. ايه والله شكله بطلع حلو. لا 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 لا، غلط والله غلط. صاد لا. يوه والله كيف، مش عارف كيف ضيعها ابدا، مو عارف. الله يستر الله يستر الله يستر. كامافينجا لازم، مش طبيعي يعني، احنا شوطين شطنا والثنتين صدهن الحارس، فبزبطش ضروري. يا عيني تياجو، يا عيني. مهدي مهدي، طارمي يا طارمي يا طارمي. يا الله يا مهدي، مشكلة لازم اطورهم. انا بضل زي هيك والله، بروح فيها بهبط مع الفريق هذا اللي هو اصلا بالحقيقة مركز 20. ف يعني مش عارف. لا 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 لا، يا غبي، ضربة مرمى. الله يستر. لا ركنية. الو شو بتمسخروا علي هذولا؟ انا حاسة انه بنبلع جول، مش عارف ليش، عندي احساس انه هسه رح يجي جول. والله عندي احساس. الحمد لله انقذنا الحائط، والله انقذنا. طلع اذا مش شايطين احنا، غير 4 شوطات كم واحدة على الهدف؟ 3 شكله، واحدة دخلوا عليها يعني كلين. بس يبلش الشوط الثاني وتيجي هجمة بنرجع لكم. حلو حلو. مودريك هاي معك، 1 ارجع. يا الله بس كنت جاي ارجعها للي ورا، للي ورا مش للي قدامه. أكلنا هوا أكلنا هوا أكلنا هوا أكلنا هوا. إلا لحظة إلا لحظة، مشكلة هدول هجماتهم تيجي ورا بعض، فيش مكان، هو فيش مجال أوقف الفيديو. صار الفيديو طوله نص ساعة. نص ساعة يعني مش طبيعي. يلا طارمي. يا الله أريولا، هو أريولا لسه بلعب مع المنتخب الفرنسي ولا لا؟ إنه أنا بتذكر بكأس العالم اللي هو آخر واحد، لما غاب لوريس لعب مندندا. الله يخرب بيته أريولا اللي جبت سيرته. أكلنا جول أكلنا جول. لازم بالنسبة لي المباراة هاي ما لازم نخسرها أبدا أبدا. الخسارة فيها يعني أول مباراة وتخسر، بداية بتكون أسطورية لو خسرنا يعني، ما شاء الله أحلى بداية. أتوقع راح ألعب طريقتي بالركنيات اللي هي هيك، ألعبها على الأرض وواحد يجي يشوطها. ما زبطتش، ما في شي طبيعي ما تزبط وانت تشكيلتك زي شو اسمهم هذلاك. شوت 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 شوت. يا الله بديش اشي، بس بدي اتعادل عشان الله لو نلعب ضد مانشستر سيتي شو بصير فينا. جارد بوين مش طبيعي. وورد برو، او ماي جاد، لو اجى الثاني بقول لك باي 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 باي. الفوز او التعادل ما
احنا جول ومش قادرين، لا جولين شو بده يصير فينا؟ والله لي لحظة، انا ما جربتش افعل هاي. لا مش ديفندنج حبيبي، اتاكينج. معقول نجيب جول؟ معقول نفوز؟ يا الله يا الله، زوما زوما الحارس، وزوما وقصتنا ودفاعنا والتخلف والخطة مش ظابطة، وأنا شو اللي جبرني أخذ هالفريق المعفن؟ يا الله، بس إريكسن، راموس، أريولا، ترى أريولا منقذهم، يعني منقذهم منقذهم عن جد. يلا يا الله، وقفت الفيديو لثانية لا ألاقي هجمة لهم. دخل ميتشيل أنتونيو، يا رب هيك أجيب التعادل بآخر دقيقة. حكيت أجيب التعادل، ما حكيت شوكل الثاني. حول ولا قوة إلا بالله. أنا كمان يعني أنا غبي أبيع تشكيلتي، غبي أنا، متخلف إشي. يلا خسرنا خسرنا. مهدي طارمي، جول جول جول، لا حرام، والله حرام، والله حرام، والله العظيم حرام. انت اكد يعني اعلى تقييم اريولا؟ ما تقنعنيش، طلع 7.5 الرجل بالمباراة. اخر فرصة كيف ضاعت؟ والله ما انا عارف. شوف المباراة الجاية ضد مين. يا حبيبي نوتنغهام، ايه احنا المركز، هم خسرانين. حلو، عيني بتحكني. يلا نبلش المباراة، يلا. ما نخسر ما نخسر زي المباراة الماضية، ضروري ما نخسر. يا الله، والله خايف إن فريقي أقوى منهم، بس خايف. ها بلشنا بلشنا بلشنا، عدت. لا يا غبي، يا انفرد انفرد، الله اكبر، والله حارس نار، عنده فدائية مش طبيعية. شو راح هجم لك هجمة زي شو اسمه هذاك نوير، عطاها واحدة خش عليها اخذ الطابة غصب. او ماي جاد، الحمد لله. والله بتكون الصراحة احنا يعني لولا تألق حارس المرمى كنا بجوز النتيجة 1,000,000، يعني مش 1,000,000، استغفر الله، يعني بس كنا راح نخسر. والله على الطير ورا بعض، يعني خلص انا مش بس شفته معه، حكيت اكلنا الاول، بس شو اللي صار مش طبيعي، يعني عارضة والثاني عارضة. لا لا لا، الحمد لله يا رب. مهدي الطارمي، كريستيان إريكسن، شوت أقوى ما عندك، يا عيني يا عيني، جول جول جول، الله جول سلكان، بس المهم جول. ومن مين؟ مريض القلب إريكسن. حتى هاي يعني المفروض ما تضيع صراحة، ابدا المفروض ما تضيع. يلا لا 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 لا، والحمد لله يا الله، والله ما برافو منقذنا، والله العظيم برافو منقذنا.
هسه بدي ادخل، بدي العب دفاع، هسه بدي العب دفاع. عيني طلع 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 حبيبي والله. لا 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 لا، اكلنا اقسم بالله انه وحش، والله العظيم انه وحش طارمي. يا الله وقفت التصوير بس شاط رجعته. دقيقة 35 والنتيجة 1-0 لنا. كان المفروض قبل 3 أيام ينزل فيديو، بس لما خزنته بالغلط حذفته. أكيد راح نبلع جول على هالدفاع هذا، والله لا نبلع. يلا معلش، 1-1. طبعا زي ما بتعرفوا أتوقع اليوم كل الدول العربية بلشت صيام، إلا إحنا الأردن بعرفش ليش خلوها لبكرة. يلا بس معلش. لا 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 لا، هيو هيو جول. يا الله ليش هيك أنا دفاعي؟ مش عارف إنه يعني راموس من أفضل قلبين دفاع بالتاريخ، يعني صرت بحكي أفضل قلب دفاع بالتاريخ. إيه وشو اسمه مالديني، ما بصير الاثنين كويسين. لا بلعنا الثالث، والله دعسونا. نوتنغهام فورست دعسونا، علموا علينا. 3-1 النتيجة. الشوط الثاني بإذن الله تعالى ريمونتادا، الشوط الثاني ريمونتادا، واحكوا ما حكيت. بإذن الله ريمونتادا، واحكوا ايش ما حكيت. قربنا يلا، عشان مش بس ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يعمل ريمونتادات، أنا كمان بعمل ريمونتادات. شيفيلد يونايتد أسوأ نادي بالتاريخ، أسوأ نادي ممكن تشوفه بحياتك. أتوقع من الفيديوهات الجاي راح يكون في آخر الحلقة سؤال، والله مش وقته اليوتيوب، يعني مش وقتك تنزلنا الفيديو. الله ستر الله ستر، ما اجى الرابع. لا لا لا، تسلل، والله ما يتسلل جول. اما شو، تعلم علينا تعلم علينا من الاخر. مشكلة يعني، حالي زي إشبيليا. لا مش أحمر، مو أحمر، الحمد لله عدت. ما بدنا نبلع جول، ما بدنا نبلع جول. لا 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 لا، ولك لا، الله يوقف الغباء. والله أني ريمونتادا وأنا قرف. 5-2 النتيجة، تطور الفريق ضروري ضروري، لازم يتطور. مش حال والله، أبدا مش حال. شو احنا يعني كل اشي إلا هاي، إلا هاي برشلونة. كيف حالكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. المركز السادس، أتوقع راح أوقف تصوير وأسكب المباراة أحسن. حلو، مشجعين برشلونة، مش انتوا اللي أكلتوا 8 بس؟ في ناس
غير كواكلو ثمانية. مشكلة أنا مش قادر أهجم، مش قادر، بس أنا أكيد المركز الأخير، يعني هزيمتين ورا بعض. مع مين مباراتنا الجاي؟ يا رب يكون فريق سهل. المركز العشرين مفروض نفوز. خليني أسوي زي ما حكيت، طور، بلكي صار إشي جديد، بلكي يعني تحسن الوضع، حسن الوسط والهجوم. بديش أعدل على الدفاع، يعني سيرجيو راموس نعدله، طوره عشان نعدله، طوره. حلو، أخذ 5، ممتاز راموس. سمعتك أنا 50,000 إكسبيرينس، والله إذا بتطلع غبي. مش عارف شو بدي أقول له. صار 92، صار 92. هكتور بيلارين، فيها خمسة 72 نقطة. أتوقع بطوره بالسرعة والدفاع. سبعة 90، والمدرب عندي طور 90، 91. حلو. وانت والله انا عارف شو بدي اقول لك. خلصوا كل اللي معانا، بس ايش خط الدفاع؟ يعني انا لسه هجوم ما طورتوش والوسط ما طورته، بس الدفاع. الو، مع انه هون خلينا يعني هيك زي ما بحكوها، نعطوكو زي تحدي 30 من سوق الجمعة، تعطيكم لاعب وانتو اكتبوا لي اياه بالكومنت، وانا راح اكتبه على تعليق يعني عشان تعرفوا. اللاعب هو سهل، بلش مع بارما، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بارما، مين هو؟ اكتبوا اجاباتكم بالتعليقات. سهل يعني، المفروض الكل يعرفه، ويعني عشان الخوارزميات تاعت اليوتيوب بتصيح في الزاوية. طولنا كثير يعني فترة غياب، فحطوا لايك وسووا شير، يعني شو مش خسرانين اشي. واذا كنت مشترك بالقناة ادخل على مثلا تلفون ابوك، تلفون اخوك، تلفون امك، وهيك اكبس اشتراك واحضر فيديو وحط عليه لايك. يعني الخوارزميات طارت، يعني قناة نزلت لتحت. فهي حكت لكم السؤال، ولهون بكون تاه فيديونا. راح ارجع احكي فيديونا شنو، الفيديو تاهنا، راح ارجع احكي لكم. حطوا لايك وسووا اشتراك، مش خسرانين اشي. يلا حطوا لايك بسرعة، واذا حطيت لايك على الفيديو معلش شيل اللايك وارجع حطه، شيله وارجع حطه. ف اتمنى يعني الفيديو يكون عجبكم، وسلام.